الله الرحمن الرحيم. انا دكتور طارق عمر، استاذ طب الاطفال كليه طب جامعه الاسكندريه، وتخصصي استشاري الامراض العصبيه في الاطفال. طيب المجتمع بقى، دي نقطه مهمه جدا جدا، المجتمع هيتعامل ازاي مع طفل عنده توحد؟ طبعا الولاد اللي عندهم توحد زيهم زي اي اطفال عاديين، لهم كل حقوق الاطفال. هم اولا اطفال، ثانيا عندهم توحد، لهم كل حقوق الاطفال. يبقى محتاجين مدارس، محتاجين حضانات، محتاجين انديه، محتاجين لعب، محتاجين وسائل ترفيه زيهم زي كل الاطفال. عشان كده العزل في غايه السوء، واحنا قابلنا اولياء امور كتير جدا جدا عندهم مشكله ان الولاد يلتحقوا بحضانات او يلتحقوا بمدارس، نتيجه ان الحضانات والمدارس رافضه ان يكون في المدرسه طفل عنده توحد. طبعا دي يعني مشكله كبيره جدا جدا، لازم المجتمع يتكاتف، لان الولاد دول من حقهم ان هم يتعلموا. ممكن يكون اسلوب التعليم بتاعهم اسلوب خاص، ممكن يكون اسلوب التعامل معهم اسلوب خاص، لكن في نهايه المطاف هم اطفال لهم كافه الحقوق زي كافه الاطفال. تكاتف المجتمع ان هو يحتوي هذه الفئه من الاطفال، وان هو يقلل الحمل على الاسره، هيبقى له اكبر الاثر في تخفيف العبء على الاسره وعلى الطفل. والطريق السليمه الوحيده اللي هتحقق نجاح وهتحقق ان الولاد دول في نهايه المطاف يقدروا يندمجوا داخل المجتمع وما يكونش في فرق ما بينهم وبين اي شخص. احنا قابلنا ولاد كتير جدا جدا كملت مسارها التعليمي ودخلت الجامعه وعايشه حياتها بشكل طبيعي، لان من البدايه الاسره والمجتمع المحيط بالاسره كان حريص ان هو يحقق لها كافه الاندماج اللي محتاجه هذا الطفل وهو صغير لحد لما كبر ووصل لسن الجامعه. شكرا جزيلا.